أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نحمد الله جل جلاله إخواني الكرام وأخواتي الكريمات أن من علينا وتفضل وجمعنا في هذا المجلس المبارك وفي هذا المسجد المبارك لنسمع سيرة خير الخلق، سيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كم من الناس أحبتي في الله في هذه الأوقات وفي هذه الساعات يسمعون أخبار الملوك والوزراء والنواب والأغنياء والشعوب، يسمعون أخبار الدنيا وأخبار الأموال وأخبار الاقتصاد وأخبار السياسة. الآن الكثير قاعدين على التلفزيونات ناطرين نشرة الأخبار، بس شو بدون يسمعوا فيها؟ بدون يسمعوا فيها فلان عينوه كذا، وفلان عزلوه، وفلان دخلوه، وفلان خرجوه، وفلان أعطوه، وفلان منعوه. ولكن كل هؤلاء الذين نسمع قصصهم ما وزنهم عند الله حتى نسمع عنهم؟ ولكن الآن أنتم تسمعون سير خير البشر. من أفضل من الأنبياء؟ ما حدا. من أفضل من الرسل؟ ما حدا. قال عليه الصلاة والسلام كما بينا في الحديث الصحيح: أتدرون من الكريم؟ ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم. قالوا: من يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام جميعا. هذا تخرج من مدرسة النبوة، مش من أبوه بس، من أبوه وجده وبي جده، كلها بيوت خرجت أنبياء. كيف بده يكون يوسف عليه السلام؟ أبوه تربى عند نبي، وجده تربى عند نبي، ومن أبو جده؟ أبو جده إبراهيم عليه السلام، من أولو العزم من الرسل. أعظم نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام هو إبراهيم، هذا بي جده، من سلالته جاء يوسف عليه السلام. ويوسف عليه السلام الله جل جلاله جعل حياته عبرة ودروس لنا لهذه الأمة. وكل آية من الآيات التي ذكرت في سورة يوسف فيها عبر ودروس لي ولك. الفهم فيها من الله جل جلاله، خزائن الفهم عند الله، خزائن العلم عند الله. بعض الناس تقرأ سورة يوسف بتاخدها على أساس قصة، قصة واحد رموه إخواته بالبير وطلعوه من البير وكبوه بالسجن وخدم ببيت الملك، بعدين اتنصب منصب وزارة، بعدين جاب إخواته وضمن لإله وخلصت القصة. وبعض الناس بيعلقوا فيها بنواحي سياسية، وبعض الناس بنواحي اقتصادية، وبعض الناس بنواحي أمنية، وبعض الناس بنواحي إيمانية، وكل يفهمه الله تعالى ما يشاء. فنسأل الله تعالى أن يفهمنا ما هو يريد جل جلاله، لأن المفهم هو الله، والله تعالى يعلم ما أنا أحتاجه وما أنتم تحتاجون إليه. أن كل واحد منا يا إخواني في الله جالس هون طالب، جالس مفتقر، ما بدنا نرجع بعد هالمجلس إلا قطعا ازداد شيء من الإيمان. أما إذا رجعنا بعد هالمجلس والإيمان كما هو كما كان قبل أن ندخل المسجد فما عملنا شيء.
لذلك قول يا رب أنا الآن بدي يزداد إيماني بهذا ثلاثة أرباع ساعة بدي يزداد إيماني لو قدر بسيط بسماع قصص أنبياءك وأوليائك ومن أعظمهم يوسف عليه السلام. فإذا رأى الله تعالى منك هذا الطلب يعطيني ما فيه خير لي ولكم، لأنه كما نقول دائما ما المتكلم أحبتي في الله إلا ناقل من خزائن الله للمستمعين، لأنه أنا ما عنديش هو خزائن شيء يطلعون بس بدي، لا هذا من خزائن الله، الله جل جلاله يقذف على لساني ما فيه خير لي ولكم إن كان عندنا الطلب جميعا. وصلنا أحبتي في الله في المرة الماضية، نعيدك شوي باختصار بعض الأمور حتى نكمل إن شاء الله عز وجل، أن يوسف عليه السلام كان في سجنه من المحسنين، والمحسن أحبتي في الله كما قلنا دائما ما يطلق عليه محسن بفعل واحد أو بفعلين، كثر عليه صفة الإحسان، وضربنا أمثلة على ذلك وقلنا كيف كان في السجن في الخدمة وفي الإكرام وفي الحب، وما تزمر وما غضب وما داءت إخلاءه ووعد الناس عنه وقال له ما حد يقرب مني أنا إنسان مظلوم، لأني قلت معاذ الله رميت بالسجن، لأنه انعرض علي الفاحشة والحرام انكبت في السجن. لا لا لا، المؤمن يرى خلف كل شيء الله جل جلاله. ما يستطيع الملك أن يتلفظ يوسف أنت في السجن إلا بعد الإذن من الله. في حدا يعز حدا بدون إذن من الله؟ في حدا يذل حدا بدون إذن من الله؟ أبدا يا إخواني، هذا كلام بدنا نتيقن عليه. ما أنا ولا أنت بنزل، ولا أنا ولا أنت بنعز، ولا أنا ولا أنت بنرفع، ولا أنا ولا أنت بنخفض، ما بنخفض حدا نحن ولا بنرفع حدا. وعى يا إخواني في الله، نفكر نحن نعمل شيء أو حدا ممكن يعمل فيك شيء، والله لو الأم اجتمعت حطتك براسه أنت بدنا نشوه صورتك وسمعتك. طيب اعملوا ما شئتم، إيش بدكم؟ لو أن الأمة اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام حتى ما حدا بعد يفكر أنه ممكن شيء يتغير بهالموضوع، خلص قضي الأمر عند الله. رفعت الأقلام وجفت الصحف، المكتوب كتب وختم عليه وأغلق. فهم أرادوا أن يذلوا يوسف، ولكن أبى الله جل جلاله إلا أن يرفع قدره. ولكن بعد سنة بدأت تمر، بعد سنة بدأت تمر على يوسف عليه السلام، وذكرها ربنا تعالى بالقرآن حتى أنا وإنت نتعلم منها. سيدنا يوسف عليه السلام بالسجن أيام أعب بالخدمة، وضيافي من هون، كوباية شاي من هون، كوباية قهوة من هون، حبة تمر من هون، اللي الله عطيه الله ولا مش كم معه بالسجن، نسكافيه أو لكن نسكافيه شيخ. وهم قاعد يضيف الشباب في السجن، بعدين قالوا له أنت يا يوسف رجل من المحسنين. باختصار إجوا قصوا له القصة، واحد قال له أنا شفت حالي عم بشرب خمر أعصره خمرة، وقال له الثاني أنا شفت حالي مصلوب عم تاكل الطيور من رأسي. فسيدنا يوسف الأصل شو يعمل؟ قالوا طيب بسم الله أجلسوا حتى نفسر لكم هالمنام، تحمل حالكم تمشوا. ولكن يوسف عليه السلام هو ناطر هاي اللحظة أصلا، هو قاعد يخدمهم ناطرهم ليتكلموا معه كلمة ليسألوا سؤال. سألتوني طيب بسم الله أجلسوا بعدين فصلكم لخبركم من أنا كذا أنا كذا، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. لأمر يترجم لهم الرؤية، فصل الرؤية لسه. قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ طب نحن يا يوسف ما سألك عن هالموضوع، ما سألك عن الله وتعرف لنا من هو. قال أنا بعرف بس أنا أصلا عم بخدمكم حتى تحبوني حتى تجوا لعندي حتى تسألوني هيك سؤال، وأنا استغل الفرصة لأبدأ بدعوتكم إلى الله. وبدأ يدعيهم إلى الله عز وجل، يدعيهم إلى الله، والآيات يعني ذكرت شيئا من دعوة يوسف لصاحبيه. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ شانك يا أخواني في الله، دائما منقول الداعي إلى الله لازم دائما بكلامه يبدأ عن الله، لازم تبدأ عن الله. هذا القلب له مفتاح، هذا المفتاح جوكر بيضرب على كل القلوب، على كل القلوب. كيف في مفتاح بيضرب على كل القفولة
القلب له قفل ومفتاح بيضرب على كل القلوب. فيك تقعد مع أي إنسان يهودي نصراني مجوسي علماني ما بيعرف الله بيعرف الله، مؤمن مسلم منافق، كل القلوب بيضرب عليها المفتاح. إيش هو المفتاح؟ كلام عن الله. بس تبلي شوي تحكي له عن الله بتلاقيه لان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك يا إخواني في الله ما تبدأوا كلام لا دعوة فردية ولا دعوة جماعية إلا بالكلام عن الله عز وجل. سيارتك، مدرستك، جامعتك، مع أمك، مع أبوك، مع زوجتك، مع أولادك. شوف الدرس اللي أخده سيدنا عباس أبو 7-8 سنين شو هو؟ تعي بالعمي، تعي عود وراي لشوف على هالحصان، ركب هالحصان وقاعد يتمشى وياه. قال له يا ابن عمي يا ابن عباس اسمع مني هالكم كلمة، شوف هالدرس للي ابن 7 سنين، شوف دروس ابن 7 سنين، والله هلا عم بيعملوا فيه خطب ويعني مذكرات وخطابات ومحاضرات، درس ابن 7 سنين. وايش اليوم من درس ابن 7 سنين؟ قال له يا ابن عباس اني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. اول كلام لابن 7 سنين، للي عمره 5 سنين، للي خلقان بعده، حدثوا عن الله جل جلاله. اليوم ايش بنقول للولد؟ احفظ الليره تحفظك. ما هيك مش هيك بقول خبي قرشك من ما بعرف شو الابيض ليومك الاسود، واذا ما بكون معك قرش ما بعرف شو بصير فيك. نفس درس النبي سبحان الله، احفظ الله يحفظك، دير بالك على مصرياتك ما تضيعهم، اوعى تضيف حدا بالمدرسه يا ابني، واحد ضيفه. كنا خارجين بالأردن مع النساء من شي 6 سنين، نزلنا في بيت سبحان الله هيك واحد عنده أولاد صغار، فقال لي شيخ هاي بنت صغيري بس أعطيها كل يوم خرجيتها والأغراض اللي لازم تكلهم بالمدرسة، بقول لها حصتك تشبعي منه هول، بدك شي بعد يا بابا؟ بتقول له لا. بقول له طيب هالضبيون هلأ بدنا ناخد حصة الإكرام اليوم نطبق 0-4، فبيعطيها حصة الإكرام بعض البون والشوكولا، بقول له هول يا بابا بنشوف اليوم وحدة هيك شوي بعيدة عن الدين بتجي لعندها من رفقاتك بالصف بتعطيها هني وبتبلش تحكي عن الدين، ماشي؟ بتقول له طيب، وبس اجي بالليل بدي اخذ منك الاحوال، واذا كانت الاحوال طيبه لك كمان اكرام زياده. بالليل في حلقه تعليم، بعد حلقه التعليم يلا اليوم نسمع الاحوال من البنت، مين عمين اجتهدت اليوم؟ بتقول له والله نقيت وحده يا بي اليوم، شو وحده؟ يعني هيك وهيك احوالها واعطيتها وحكيتها وناويت بكره تعمل تعليم بالبيت. يا سلام، 7 سنين شيخ. احفظ الله يحفظك، درس ابن 7 سنين. احفظ الله تجده تجاهك، إذا هجم عليك بتضربه، ما تخلي حدا يميد إيده عليك. وهكذا دروس الأمة اليوم بعيدة عن دروس النبي عليه الصلاة والسلام للأولاد. والله لو درسنا يا إخواني في الله الأولاد دروس النبي عليه الصلاة والسلام والله لو وجدنا جيلا يختلف عن هذا الجيل. فسيدنا يوسف عليه السلام فتح القلوب عن الله جل جلاله. بعد ما فتح القلوب عن الله عز وجل بعدين قال لهم ايش تأويل الرؤيا؟ قال لهم انت حتطلع حيحكم فيك براءة وتطلع تسقي ربك خمر، والمقصود بالرب هنا السيد الملك، وانت حيحكم فيك اعدام، بعدين حتنصلب وبس تنصلب حتموت وحييجوا الطيور ياكلوا من راسك، بس قضي الامر الذي فيه تستفتيان. ما في تأويل تاني لهالرؤيا لأن الأنبياء كلامهم حق. فسيدنا يوسف كما ذكرنا المرة الماضية قال له للي بده يطلع بتذكرني عند ربك، بس يحكم فيك براءة بتقول له في واحد من الشباب كان معنا بالسجن آدم كتير، شو رأيك نطلعه؟ بس احكي له شوي عني أنت. وكما قلنا يا إخواني في الله أن كما قال بعض المفسرين كما ذكر الشيخ شعراوي وغيره رحمه الله أن هذا الكلام كان سببا في سجن يوسف 7 سنين. بس شوي مال قلبه، احنا ما بنتجرأ نتكلم عن الأنبياء ذرة،
والله غبرة ما فينا غبر على الأنبياء. مين يوسف عليه السلام؟ مين نحن أمام يوسف؟ ولكن قال علماء يوسف عليه السلام ما ضعف يقينه بالله وما مال قلبه عن الله، بس قال يا أيها الرجل الذي قد تخرج وقعدت مع الملك، قل له في واحد بالسجن مظلوم اسمه يوسف بركي بطلعني. يا يوسف ليش، مين اللي خرجك من الجب؟ مين اللي خرجك من البير؟ يا يوسف انت قدوة. يا يوسف ما فيك تسأل ولو سؤال ولو أخذ بالأسباب، ولو هو جائز مش حرام، بس تعود يا يوسف ما تسأل غيري. وهذا الدرس إلي ولك. حرام شيخ ولك حرام يأخذ بالأسباب؟ مش حرام والله ما حرام، بس إذا اليهودي بده يأخذ بالأسباب والنصراني بده يأخذ بالأسباب، أنت بشو ميز عنهم؟ أنت بشو تميز عنهم؟ بتميز عنهم إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يا ابني درست ابن 7 سنين، إذا بدك تسأل ما تجي لعندي تشكيلي، اسأل الله. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. قصة تروى الله أعلم قد تكون صحيحة، الله على كل شيء قدير. أم تعلم ابنها كل يوم، يا ابني كل يوم بتصلي ركعتين قضاء حاجة في المدرسة حتى الله تعالى يهيئ لك الطعام في البيت، لأنه الطعام مش مني ولا من أبوك. فكل يوم عودته من هو صغير يصلي ركعتين، يتوجه إلى الله، يجي لقى الأكل جاهز، تقول له شفت يا ابني صليت؟ يقول لا. فبيوم من الأيام بتقول بعد 3 سنين تربية على هكذا، قدر الله راحت الأم ظهرت مشوار برا البيت وتأخرت، وهي وفي الطريق تضرب على راسها وتقول له يا ربي لا تفضحني، 3 سنين عم علم ابني إنك أنت اللي عم ترزق الطعام. تقسم بالله تقول عاد ابني دخل البيت فوجد الطعام مهيأ له على الطاولة كما يهيأ له كل يوم. الله قادر يا إخواني في الله، الله على كل شيء. نعلم، بس نعلم الأولاد ونعلم أنفسنا ونعلم اللي حولينا، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. يا يوسف أنت طلبت منه فأنساه الشيطان ذكر ربي فلب. طبعا الشيطان بإذن من الله، بأمر من الله، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فلبث، جاءت الفاء سببية، فلبث في السجن 7 سنين. لا طلبت منه، كان براءة جاي دغري، اتأخرت 7 سنين كما قال ابن كثير وغيره، لأنك طلبت من مخلوق. منفكر حالنا إذا سألنا المخلوق منعجل بالأحكام علينا وعلى الناس. لا يا أخواني في الله، اسألوا الله جل جلاله وتعودوا أن نسأل الله جل جلاله. بعدين جاء وقت البراءة ليوسف. إيش البراءة؟ كيف تكون؟ بمنام، بمنام، برؤية، بدون أي أسباب، بدون ما تتخيل شو، ولا بتتصور بيوم من الأيام تكون رؤية سبب نجاة إنسان من سجن. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون. بينا إيش مقصود، 7 بقرات كبار و7 بقرات إضعاف، 7 بقرات إضعاف أكلوا 7 بقرات السمان، و7 سنبلات خضر، وحدن 7 سنبلات يابسين، 7 سنبلات اليابسات أكلنا 7 سنبلات الخضر. هذا خلاف العقل، ما شاف رؤية طبيعية الملك. هم قال لهم يا جماعة الخير مين يفسر لي هالمنام؟ شو هالمنام؟ بعدين الله تعالى قذف في قلبه الحيرة، قذف في قلبه السؤال والطلب، إيش هالمنام العجيب؟ تعالوا يا جماعة الخير لنشوف مين يفسر لنا هالمنام، شفت شيء غريب؟ شو شفت يا حضرة الملك سيدنا؟ تفضل نشوف. قال والله 7 بقرات عم بيكلون 7 بقرات إضعاف. قالوا له يا سيدنا الملك تكون تقل بالعشاء قبل بيوم. أضغاف وأحلام. قالوا أضغاف وأحلام، أضغاف ضغط يعني جمع، كيف ضغط من الحشائش بقلبه ما هب ودب من الحشائش، أضغاف وأحلام. والحقيقة ولا واحد منا بيعرف، وما نحن بتفسير الأحلام بعالمين. قال علماء من اللطائف الجميلة صدقوه، في انه يكذبوا عليه، يطلع واحدك يتفلسف يقول له هاي معناتها انه حيصير كذا وكذا وكذا، هو بس يألف يقول له انه والله انا فسرت لك المنام. قال لان الملك كان قد اتخذ بطانة صالحة فهداه الله لارشد امره. صدقوه، قالوا له نحن ما بنعرف تفسير الرؤيا. عشان هيك العلماء قالوا من سئل عن شيء فقال لا ادري فقد افتى، من قال لا اعلم فقد علم، من قال لا أدري فقد درى. ما ضروري كل سؤال تسأل عنه تجاوب، مش عيب إذا قلت الله أعلم والله ما بعرف، لا عيب الأيام. مهم ما يرجعش من عندي فاضي، خلاص مهم قل له تحمله يوم القيامة تحمله. أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار، بتجرأ
أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. اليوم الأمة كل مفتيين كل مفتيين يوم بكون قاعدين بمجالس بقول له شيخ بعد إذنك بس هالسؤال لسه بكونش مخلص السؤال كل اللي قاعدين الشباب كله يجاوبوا ما شاء الله هاي قاعد مع مفتيين مع علماء يتسألني الله يسامحك والله منكم نستفيد يا شباب كملوا له بعد شوفي بعد وكل واحد شكلها بكون واحد جواب بالمشرق والثاني بكون بالمغرب والثالث بالشمال والرابع بالجنوب والخامس بالنص بكون بيناتهم الأربعة والله يا إخواني في الله شيء عجيب عندهم شيء عجيب كنت سمع له درس بيوم الأيام سمع له خطبة بيوم الأيام سمع له هيك طرطوش من هون سمع له قرأ له رسالة واتساب ولا رسالة فيسبوك على السريع وبعض الناس يستشرف لهذا الأمر يروح بنقي هيك شيء مش معروف كتير بين الناس وما كتير الناس تسمع عنه بيقالوا شوي عنه وبيقعد بين الناس بيقولون يا إخواني قرأت في الكتاب الفلاني كذا وكذا حتى يحس كل حوالي شو أنه هو ما شاء الله بالع المكتب كله باللي فيها يا إخواني والله خطير والله خطير مرض القلوب أقسم بالله خطير أخطر ما يكون على الداعي والعابد والمؤمن اللي بين الناس يقال عنه مؤمن وملتزم مرض القلب مرض القلب لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين من هم أهل الله الذين إذا وجدوا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا فلان قاعد لا يقعد بالمجلس يقعد ساعة ما بيحكي ولا كلمة بس منصت أبو بكر يقول وهل أوردني الموارد غير هذا يمسك لسانه والشافعي يقول ما ندمت على سكوت قط ما تكون سريع الكلام ما ندمت على سكوت قط فأني قالوا له يا أيها الملك نحن الحاشي اللي إلك نحن البطان اللي إلك نحن اللي حواليك نحن الوزراء اللي إلك بس نحن حنصدقك عشان هيك كان من دعاء الصالحين اللهم هيئ هيئ لأولياء الأمور بطانة صالحة اللهم لمن يلي أمر المسلمين هيئ لهم بطانة صالحة لأن أغلب المصائب التي يقع بها أولياء الأمور بسبب البطانة اللي حواليهم بطانة السوء أما بطانة الخير تقود الإنسان للخير لذلك الله تعالى كان يهيئ للأنبياء بطانة صالحة فهيئ لنبيه صلى الله عليه وسلم مين؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد نسأل الله تعالى أن يهيئ لنا بطانة صالحة إخواني في الله فاللي تذكر اللي بتقدير من الله عز وجل اللي طلع من السجن اتذكر أوفي بدأ منام وتأويل أنا بيوم الأيام شفت منام وحدا أول لي هذا يوسف وقال الذي نجا منهما وادكر تذكر بعد أمة يعني فترة من الزمن أنا أنبئكم بتأويله أنا يا حضرة الملك عند الجواب بستأذنك تبعتني بعته دخل عند يوسف يا يوسف طالبك بس ندى يوسف إيش قال له يوسف أيها الصديق ما نسيل أفعال الحسنة مرة الشيخ عبد الوهاب من شيخ باكستان كان في القطار بينتقل من باكستان للهند فإجا واحد قاعد حده بعد داعي إلى الله طبيعته الإكرام دائما منقول يا إخواني في الله ما تبدأ بالكلام مع حدا أول شيء بتطلع بنبونين بتطلع أنف عطر بتعطره تفاحة أي شيء افتح له قلبه بعد ما تفتح له قلبه يحبك بعدين تكلم معه بما شئت فالشيخ من كبار مشايخ الدعوة في العام كان معه تفاحة أخذها طلع تفاحة قال له بسم الله هذه هدية وحشاها نوايا دير بالك ما تحشي النوايا لازم تحشي نوايا كل شيء حشيها نوايا يا رب هدايته صلاحه تقرب إليك الله قادر يا إخواني المشايخ بيقولوا النية ببلاش يا عم انوي لكن النية ببلاش وما بدهاش تعب كل شيء بتعمله نوي لك في علم علم يا إخواني اسمه علم النية هذا ما قرأناه في المعاهد ولا في المدارس هذا بتعلمه عمليا على الأرض علم النية شو كان سبب مجيئك للمسجد هيثم شو حبة مانجا سأل واحد تاني شو قول لك أنت عطر أنت شو شيخ قول لك والله حبة كوكتيل عند العقاد ما بتسمع والله مش خطبة ومذاكرة وبيان ودرس لا 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 الدعوة سهلة الدعوة شيء هين وجه طريق وكلام لين بس إكرام أول شيء عشان أقبل المشايخ بس نطلع بالزيارات أو الجولات أول شيء بنعمل حاول أو تآلف بتعارف تعريف بعدين تأليف بعدين تكليف وبس تروح تختلط مع واحد دعوة فردية بينك وبينه الأول شيء دلعه بعدين
بتبلعه بعدين بتولعه. هاد عصدق بلعه انت ها؟ هاد انت شاطر فيها ما شاء الله. بومبوم دلو بجيبتك دايما دلعه وبلعه وبتولعه بعدين للدين. فقال له يا أي يوسف أيها الصديق. ليش أيها الصديق؟ أنت صدقتنا يوسف ما كذبت علينا. أنت قلت لي أنه حأطلع من السجن وطلعت، وقلت له لفلان أنه حيحكم عليه في الموت ومات، وأنت صديق صدقتنا بأفعالك، صدقتنا بأقوالك، صدقتنا بحركاتك، صدقتنا بسكناتك، صفاتك ما بتنساها الناس وكلماتك بتنساها. خليني نحكي عبد الكريم من هون لبكرة الصبح. واطلع برا المسجد هلا اعمل لي شغله مشنيحه. شوف الساعة بيحكي فينا وبخاطب فينا وبيخطب فينا الجمعه، ليك شو عمل؟ وخليني ما احكي ولا كلمه، بس اطلع برا اخذوا الناس، بس جيب هيك مي وزع للناس مي، جيب تويت تمر وزع للناس تمر، وقف اخذوا من الناس، بس كل الحي بيحكي فيك. فالشيخ قدم له تفاحه وحكى. بعد 10 سنين التقى هو اياه في مركز باكستان، اجى سلم عليه قال له شيخ تذكرتني؟ قال له لا والله وين بتذكرك، بشوف كل يوم أنا عشرات ومئات. قال له أنا اللي مرة التقيت فيك بالقطار وعطيتني تفاحة. قال له طب وحكيت معك ما تذكر شيء من الكلام؟ قال له لا والله ولا مذكر ولا كلمة، بس مذكر تفاحة. بس تفاحة بتنزل في القلب مباشرة. بس أنت أكرم أكرم. شلك واحد من الشيخ بقول سلاح الداعي الإكرام، ممنوع داعي يمشي بلا أنين تريحة. داعي لازم يكون ريحة دايما بجيابه، بنبون بجيابه، بسيارته حاط أنان ريحة، حاط إكرام دائما بيطلع بسم الله بسم الله بسم الله. ضيف تلاقي الأحباب بعد البيان بعد الجولات بيجوا الناس تلاقي قاعدة سفرة بسم الله بسم الله بسم الله، وطعم الناس بس وبحط نوايا بالإمام. هيك الدعوة إلى الله عز وجل. فيوسف عليه السلام كان صاحب صفات. ما قال له يوسف أيها المتكلم، مع أنه يوسف متكلم ولا مش متكلم؟ تكلم وقعد يحكي، عمل فيهم بيان. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما قال له يوسف أيها الخطيب، يوسف أيها المتكلم، لا لا، يوسف أيها الصديق. أنت كنت صاحب صفات، كلماتك نسيناها بس صفاتك ما مننساها، فعشان هيك أنت صديق، صفاتك أثرت فينا فرجعت لعندك. الآن بدنا منك الفتوى، أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف إلى آخر الرؤية لعلي أرجع إلى الناس. شوف صاحب يقين كان هذا الرجل، قال له مش أنا 100% راجعة، يمكن موت عندك، لعلي يمكن موت يمكن ما أرجع، أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، يمكن ما يصدقوا كلامي، ما تفكر حياخد كلامك يعني بـ 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 بالتصديق، لعلهم يعلمون. فسيدنا يوسف عليه السلام قال له تزرعون 7 سنين دائما فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. كان سيدنا يوسف عليه السلام فتح الله عليه وشرح الله صدره لعلم الزراعة وعلم الاقتصاد. جيكم 7 سنين حترتاحوا فيهم، هول 7 سنين يشتغلوا فيهم دأبا، توصية بشدة العمل. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أتقن عملك. فتحت محل، فتحت تجارة، طالب جامعة، طالب مدرسة، بأي مجال من المجالات أتقن عملك، كن صادق بعملك. نريد تجار، نريد مهندسون، نريد مهندسين، نريد أطباء، نريد مهنيين، نريد مزارعين متقنين للأعمال مخلصين النوايا لله عز وجل. ما بدنا كل أمي خطباء، ولا بدنا كل أمي علماء، ولا بدنا كل أمي مشايخ، لا، بدنا الأمي تعرف الله عز وجل، يصير في عندها أمانة، نوزعها على المجتمع، تقوم بالمهن كما يريد الله عز وجل، فبتصلح أحوال المجتمع. أما إذا كل أمي صارت علماء، جيب كل الأمي هلأ نعلمها، شو مين بعد بيسأل، مين بعد بيجاوب، مين طب مين بطبب، مين بيهندس، مين بيزرع، مين بيجمل لنا بطاطا وبرادورة، مين، ما فيش حدا. فلذلك الأمي بدها تتوزع، ولكن لابد كل الأمة تتعلم قدر الإيمان. لذلك العلم الواجب على الأمة الإيمان بالله والأمانة. فالإيمان بالله والأمانة إذا وجد عند الأمة فبصير عنده الواحد مخافة من الله، ما بيعمل شيء إلا ما يسأل. الصحابة كلهم كانوا علماء، قال ابن حزم في إعلام الموقعين وكان فقهاء الصحابة 130 من أصل 124,000 صحابة، بس شو كانوا كلهم سوا عندهم؟ الإيمان. عشان هيك أي شيء بيخطر ببالهم بيجوا عند النبي عليه الصلاة والسلام، يسألونك عن المحيض إيش حكمه، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن كذا، يسألونك عن كذا. هذا بعد الإيمان. الآن بيقعد بالدرس بالفقه، بيخلص كتاب الفقه كله سواء، بيطلع لبرا بياخد التشيك مأخر بعد 5 أشهر، بقول له شيخ تاخده تاخده وتعطيني إياه هلأ كاش بس بأقل مثلا، باب من أبواب الربا يعني. ما هلأ بدأ قارئ كتاب الفقه كله سواء، قال الشيخ يعني في فتوى يمكن. واحد ما قارئ كتاب فقه بس حقق الإيمان وصار عنده مخافة من الله، بيصير تشك بإيده، أعوذ بالله خليني أنظر إلى الشيخ، شيخ شو الوضع، 1 2 3
هذا ما بيجوز، طيب اتقيه. فلذلك لابد نعلم الأمة الإيمان، ما بيستطيع حدا يحصي كل الفقه. علماء قالوا أفرع الفقه متناثرة ولا يستطيع أن يجمعها إلا مجتهد، وهم قلة وخصوصا في هذا الزمن. بس إيش اللي بتستطيع كل الأمة تحافظ عليه اليوم؟ الإيمانيات. إذا صار في إيمانيات صار في أمانة، بتستطيع تسأل عن كل صغيرة وكبيرة وشاردة وواردة. فسيدنا يوسف عليه السلام أفتالهم، قال لهم دأبا بعدين لأنه جيكم 7 سنين حيصير فيها قحط، فبال7 سنين الأولى بتاكلوا شوي وبتخبوا الباقيين. 7 سنين اللي جايين اللي خبيتوهم تستعملون فيهم، نظام اقتصادي عالمي. يا سلام، مش اصرفه، اعطيه يا بابا بدي، خد يا بابا بدي، خد يا بابا خد بدي خد. والله ما خرب أبنائنا ولا نسائنا ولا إخواننا ولا أخواتنا إلا خد. يا رجل شفنا في بنغلاديش مناظر عجيبة، مناظر عجيبة والله العظيم. الولد بعيش شهر بمدرسة قرآنية، ما بروح على البيت إلا يوم، والله شهر بيأكل عدس ورز، شهر عدس ورز، ما حاملين تلفونات. يعني أحوال عجيبة. ولكن 7 سنين كما خبرناكم دايما حافظ، 10 سنين، 12 سنة مخلص كتب الستة، 14 سنة مفتي. جلسنا معهم امتحناهم رأينا منهم العجب. ليش؟ لأنه الدنيا لسه ما دخلت القلوب. اليوم بدي خود بدي خود بدي خود. أنا أفكر بحبه لأبني، خود يا بابا. لازم ينزل من بطن أمه هلأ يكون الآيباد موجود وجاهز واللابتوب جاهز يقعد يشتغل عليه. ليش؟ لأنه يتطور يواكب الحضارة. ما بنعرف أنه عم نذبح أولادنا بإيدينا بسكاكيننا إحنا. فعلمهم الاقتصاد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيش؟ البذاذة من الإيمان. لا بأس تعلم ابنك التقشف وتعود نفسك التقشف، البذاذة من الإيمان. فالمهم قال لهم زدل على الرؤية، قال لهم في سنة جاي ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. الله تعالى حينزل الغوث الغيث، سينزل المطر وتنبت النبات وتطلع المأكولات والمزروعات وتزرعه وتوزعه وتعصره. راح عند الملك قال له يا أيها الملك جبت لك الفتوى، سيدنا في السجن بيقول 1 2 3 4. الله أكبر، شو هال التأويل العجيب، جيبوا لي إياه. إجا على السريع قال له يوسف أخرج. وقال الملك ائتوني به. هاي هلأ حوقف معه شوي، حرجع بعد شوي وقف معه أكثر. وقال الملك ائتوني به. مين اللي طلبه؟ الملك. هلأ سيدنا يوسف تاب أو عاد مما قال. كيف قال سيدنا يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ سيدنا يوسف فهم الدرس من الله. يا ربي أنا لبثت في السجن بضع سنين لأني طلبت من مخلوق، لأني قلت له يا فلان اذكرني عند الملك. فيا ربي فهمت الدرس، الآن والله ماني خارج إلا بإذن منك بس وبأمر منك، وبدي أخرج ببراءة كمان. بقول لك الملك يا يوسف تفضل لعنده بدي يحكي معك. بعتذر منك، مش ظاهر من السجن. شو مش ظاهر من السجن؟ ما أنت قلت لي تكون عنده. لا لا لا، هذا كان في السابق. إيش اللي بدك إياه؟ قال له روح عند ربك قل له ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. روح قل له شو قصة النسوان اللي كادوا له ليوسف واتهموه وانكب السجن سنين من وراهن، وتعال رجع خبرني. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث أثنى على صبر يوسف، بمعنى الحديث قال لو مكثت في السجن كما مكث يوسف وجيء إلي بالخروج لخرجت معهم. ولكن سيدنا يوسف عليه السلام عنده عزة نفس عجيبة، ما أراد أن يخرج ويلمز، ما أراد أن يخرج ويتكلم عنه. أنا هذا يوسف، هذا اللي راود مرت العزيز، هذا اللي راود النساء لا يعمل معهن الفاحشة. لا، بدي على أشهد أعين الناس تثبت لي البراءة. فإجا عند الملك قال له سيدنا عم بقول إنه في قصة بده يعرف وبده إياك أنت تعرف حقيقتها قبل ما يطلع من السجن. قصة مين؟ قصة النسوة. دعاهم الملك، جمع النساء وجاب مرته معهن. قال ما خطبكن؟ الخطب يعني شيء الجلل. ما خطبكن؟ شو القصة؟ في شيء مخبينه علي؟ ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله، ما اتهموا حال. قالوا له لا لا لا، يوسف ما عمل شيء، حنعترف يوسف كان بريء. قلنا حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. انحطت مرت العزيز بالزاوية، رفعت قلت له يا زوجي
قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، الحق يظهر وسيظهر، والله إن ظلمت سنوات وإن بقيت متهما سنوات وكنت صادق ابق على الحق، سيظهر الحق ولو بعد حين. كم سجن أناس ظلما، كم اتهم أناس ظلما، كم طلقت نساء ظلما بسبب غيبة ونميمة، كم تقاطع وتدابر إخوة وأصدقاء سنوات ما يتكلموا مع بعضهم البعض من شان كلمة نميمة ظلما وعدوانا. ولكن ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فسيدنا يوسف عليه السلام صبر وإيش عمل؟ غفر. بس أنت اشتغل على قلبك وسامح الناس وقل يا ربي حقي عندك، أنت أظهره لي، وأنا يا ربي عارف إنك أنت بدك تربيني بهذا الابتلاء. ما تفكر حدا في كدلك والله العظيم، ولا في يظلمك إلا بإذن من الله. الله تعالى قدر هذا أن يحدث حتى يخرج منك صفة الحلم، حتى يخرج منك صفة الصبر. لو واحد غضوب وإجا واحد حليم يتعامل معه، ما بيتغير من غضوب لحليم، بدل غضوب. أما واحد بيغضب وإجا واحد بيغضب أكثر منه، الآن الله يريد منك أن تخرج صفة الحلم، صفة الصبر. فاللي بيجوك حواليك من الناس لا يغضبوا عليك، لا يشدوا عليك، لا يظلموك، هؤلاء أرسلهم الله لك حتى يربوك. فأنت افهم الدرس على الله جل جلاله، قل يا ربي خلاص فهمت عليك الدرس، يا ربي سامحتهم. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه واقف مع النبي عليه الصلاة والسلام، وبيجي بعض الناس يتكلمون في أبي بكر، والنبي عليه الصلاة والسلام بيطلع أبو بكر بيطلع فيهم، بيطلع أبو بكر بيطلع فيهم، وأبو بكر ساكت. بعدين أبو بكر بيطلع فيهم برد عليهم بجاوبهم. أما النبي عليه الصلاة والسلام بس أبو بكر يجاوب بيدير وجهه بعصب وبيمشي. يا رسول الله إلهم ساعة بيسبوني، ساعة بيسبوني، أنا صاحبك بحكيت ولا كلمة، بس رديت دفعت عن حالي بتدير وجهك وبتمشي. ليش يا رسول الله؟ شو عملت أنا؟ وين الغلط اللي عملته؟ قال: يا أبا بكر، قيد الله تعالى لك ملائكة تدافع عنك، فعندما تكلمت ذهبت الملائكة وحضرت الشياطين. سبوا. طيب جزاك الله خير، انت هيك، بارك الله فيك، انت هيك، جزاك الله خير، بلا انت هيك، جزاك الله خير. ايه يا زلمه شو الرجل؟ لك والله سمحني خلاص هات راسك لابوسه. انت هيك؟ لا انا مني هيك، لا بلا انت هيك، لا انت هيك، وعلت وولعت. بس هذا يا اخواني ايش بده؟ بده قلب صبور حليم. عشان هيك الخوض في الميدان بيعلمك كيف تكون صبور. اما اقعد في المسجد 50 سنة الناس بتقول لك ما شاء الله عابد زمانك، عابد زمانك، والناس بتقول لك سيدنا وشيخنا ما شاء الله، وعود بهالمجالس بس الناس بتقول لك ما شاء الله طالب علم زمانك، وامشي بين الناس ناس بتقول لك بهلول زمانك. خذ بين الناس في الطرقات والجولات ناس بتقول لك سلام درويش مسكين. وهذا اللي بيتعلم كيف يتخاطب مع الناس، وكيف إذا الناس ردوا عليه كيف يجاوبهم، بيتعلم يخرج حقائق الصفات من القلوب. فلذلك سيدنا يوسف عليه السلام الله جل جلاله امتحنه واختبره. فالله تعالى بعد صبر 7 سنين قال له: يا يوسف انت صار لك مظلوم 7 سنين مرمي بالسجن. الله أعلم شو عم ياهو كان يوسف، الله أعلم شو كان عم كيف كان عم بنام، الله أعلم كيف كان حالة السجن. كلنا نعرف السجون كيف أحوال السجون، كيف كان السجون في تلك الأوقات، ضيقة، روائح، وسخ، أمراض، طعام، شراب، سجن بمصر من ملايين السنين، من ألاف السنين، كيف كان؟ الله أعلم. صبرت يا يوسف 7 سنين، الآن بعد صبرك 7 سنين حتطلع بريء. بس والله يوسف ما حتطلع على كرسي عادية، ما حتطلع إنسان عادي، والله حتطلع من السجن إلى الوزارة. يوسف طلب الوزارة؟ إيش أرشعكم؟ لمن يستدل بفعل يوسف نحن نريد أن نطلب الكراسي والنيابة والوزارة، ما دليلكم فعل يوسف؟ قال: اجعلني على خزائن الأرض. لا دير بالك، ما تقصقص للقرآن، ما تنقي آيات من القرآن وتقول لي بدي أخذها. إياكم، نحن أمة لا تطلب الرئاسة ولا تطلب الكراسي ولا تطلب المناصب، الله تعالى يعطي الأمة هذه الهدية عندما تقوم بالإيمان والأعمال الصالحة. الآية سورة الحج: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض
الله يقول يستخلفنهم بعد، أنا أستخلفهم، الله يقول ذلك وحولك. لا شيخ، لا أبدا. منجيب الخلافة ومنأمر الناس ومنفرض على الناس ومنقيم الدين بالأول. مين أنت لا تحط هالمنهج؟ أنت من وهو من؟ الله الذي وضع المنهج. أنت ممنوع تجيب خلاف الأرض وتطلب كرسي وتحكم الناس بالغصب بالدين. الله تعالى يعطيك هذا هدية، أنت ما لك. الله جل جلاله يعطيك هذا بكرم منه جل جلاله. ففي واحد يقول يا شيخ الله قال وإيش قال سيدنا يوسف؟ اجعلني على خزائن الأرض. فينا أنا أطلب هلأ بدي خزائن الأرض. يوسف طلب هيك؟ لا والله ما طلب هيك. شو صار؟ الآن حصحص الحق، خرج يوسف من السجن، قالوا له أنت بريء على مشهد ومرأة من الناس، وقال وما أبرئ نفسي. في بعض الروايات أنه هي قالت زوجة العزيز، وبعض الروايات هو قال وما أبرئ نفسي حتى ما يجي عنده الكبر. أنا نعم طلعت وأنا على رؤوس الأشهاد. لا سيدنا يوسف توضع، قال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. بعدين الملك قال الملك ائتوني به، جيبوا لي إياه هلأ مرة تانية، خلص الآن تعال عندي، إيش بدك فيه؟ قال أجعله على خزائن الأرض. الآن أنت يا يوسف افقهت كيف بيكون السبع سنين بالسبع سنين، سبع سنين الغنى، سبع سنين الفقر. أنت يا يوسف رجل اقتصادي نمرة أولى، نمرة واحد، بدي حطك وزير. بس سيدنا يوسف عليه السلام طلب منه الملك يحطه وزير، ساعتها هو قال له قال اجعلني على خزائن الأرض. بس قضي الأمر، يعني خلاص فصل فيه أنه يوسف حتمسك منصب وزاري. ساعتها سيدنا يوسف قال له الصراحة يا أيها الملك أنا بفلح بهالمجال، حطني بهالمجال. بس هل سيدنا يوسف طلب الملك من قبل؟ هل كان سيدنا يوسف سبع سنين قاعد عم يفكر كيف يطلع يصير سياسي، كيف يصير وزير، كيف يصير رئيس، كيف يمسك منصب؟ لا، نحن ما شغلنا نطلب مناصب، ولا شغلنا نطلب هيئات، ولا شغلنا نطلب أحكام ولا حكم أبدا. نحن شغلنا نمحو أنفسنا، كلما محوت نفسك الله يرفعك، وكل ما أنت طلبت الرفعة وتظهر على الناس الله تعالى يخفضك. هيك نهج الأنبياء يا إخوان في الله، نهج الأنبياء هن بيطلبوا النزول الله بيرفعهم، واللي بيطلب الرفعة الله جل جلاله يذله. لذلك هذا فقه عظيم من حياة يوسف عليه السلام، كيف نحن نطلب الإيمان والله جل جلاله يرفعنا. نسأل الله جل جلاله يا إخواني في الله أن يرزقنا وإياكم فقه حياة يوسف. يا إخواني يا أحبابي، الآن في مناهج في الأرض كما ذكرت سابقا ونعيد ونكرر ولابد أن نحذر من هذا، تحت اسم الإسلام، تحت اسم الإسلام وتحت اسم الالتزام تغير نهج الأنبياء ونهج سيد الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. نهج سيد الأنبياء أنتم اجتهدوا بالدين وللدين والله يعطيكم ما تريدون. الله جل جلاله يعطينا ما نريد إذا اشتغلنا بالإيمان. نختم بهذا المثال، بتقول له لابنك ضربنا اليوم على الفجر بالدرس التفسير، بتدرس بتنجح بتتفوق لك هدية. الآن هو شو مطلوب منهم هون لآخر السنة؟ إذا راح هذا الولد يفتش قال له بيطلع لك بسكليت، أما آخر السنة قال له أبوه إيش وين الشهادة شو طلع؟ قال له والله يا بي لقيت بسكليت بالمحل الفلاني رائعة. قال له بس ما أنا ما طلع جيب بسكليت. قال له أنت قلت لي حتجيب لي هدية. يا بي ريحتك، برمت كل السنة بع محلات الألعاب لقيت أحلى بسكليت نقيت لك لي. قال له بس للأسف يا ولدي أنا ما قلت لك أنت جيب بسكليت، قلت لك أنت دروس وانجح أنا بجيب لك بسكليت. الله قال أنتم ما تفكروا بالخلافة، ما تتفكروا كأمنيات لا بأس، بس ما تفكروا عمليا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، أنا بعطيكم هذا الأمر ليستخلفنهم في الأرض. فنسأل الله جل جلاله يا إخواني في الله أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.